أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، أكد أن مجال الطاقة في مملكة البحرين شهد طفرة نوعية بفضل رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبين سموه أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز الشراكة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن في ظل العلاقة المترابطة والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد قد وصل إلى الرياض، حيث كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الاجتماع بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد مع سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود بحضور سعادة أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين. كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة العضو المنتدب لشركة القابضة للنفط والغاز والسيد عبد الله جهاد الزين عضو مجلس الإدارة في الشركة.